وزير الشؤون الاجتماعية بحكومة تصريف الأعمال إكتور حجار، مساء الخير وأهلا وسهلا فيك. مساء النور، ومساء النور لضيوفي، كيف حالك؟ الحمد لله، طمنا ما عليك. شو هالتغريدة اليوم اللي قاسية، يعني بتقول فيها التلم الأعوج في الداخل من الثور الكبير في الخارج، لا حل إلا بتغيير المعادلة على الأرض. نيكي، الموضوع واضح. نحن سمعنا امبارح وزير الخارجية، وأعتقد أنه قدر يعني يختصر الموضوع بشكل جيد ويظهر الموضوع بشكل جيد. وأما سمعنا كمان بوريل أعتقد أنه جاب النسخة تبع 2023، وكأنه ما تغير ما شيء. سمع لا صراخ لبنان بسنة 2023، ولا مشاكل لبنان بال 2024، ولا الاوضاع ولا المتغيرات. اتى بنسخه قديمه من خطابه بال 2023 اللي انا اجبت عنه بقلب بروكسل بانه ننتظر الحل السياسي، ويرجع عاده وكانه هو في حاله يعني اصم، ما عم يسمع. لا صراخ وزير الخارجيه، لا وضع كل لبنان، لا كل الحكومه في لبنان، لا مجلس النواب في لبنان، ولا أحد. أعتقد أنه يعني جاب النسخة تبع 23، ما اضطر ينقحها، أعادها هي ذاتها. وأنا يعني بوافقه على شيء، أنه اليوم المشكلة الكبيرة هي أنه المعترين هن النازحين. مزبوط، في البداية كان أكثر ناس معترين هن النازحين، لما استقبلناهم بلبنان صارت مشكلتهم أقل، يعني كانوا هن الاكثر يعني الاكثر مصابين بحاله من الهلع والخوف وكل شيء. لما استقبلناهم بلبنان وخففنا من التقل عنهم بمساعده المجتمع الدولي، كان يعني خف عنهم الملف والصعوبات. ولكن اليوم بعد 13 سنه لبنان اصبح شعبه بحاله الهريان والتعبان، والسوريين ما تحسن وضعهم كثير. فإذا المكنة هيدي 13 سنة حطينا مصاري من فوق، نتجت بعد 13 سنة فقر مدقع عند السوريين، وفقر ازداد عدد الفقراء بلبنان بحسب تقرير الورد بانك، البنك الدولي، ل 44% متعدد الأبعاد. يعني معناتها إنه هالمكنة اللي عم تنتج فقراء، يعني هذا السيستم اللي عم ينتج فقراء، يعني هذا السيستم غلط. ما حاولوا الأوروبيين وأمريكا تقوم فيه بـ 13 سنة لمعالجة ملف النزوح أنتج كوارث. وعدم إصغائهم اليوم يعمل كوارث أكبر وأكبر، وهذا ما حذر منه وزير الخارجية، وهذا ما أنا أحذر منه. وأقول للبنانيين، ليس علينا اليوم نشرح من شو نحن تعبانين، يعني ما ضروري واضح. نقول قديه كلفة النزوح علينا، ولا واضح. ضروري نقول انه في كثافه سوريين كتار على الارض، ولا في ضروري يعني قد ما علينا ان ننتقل. خلص صارت واضحه عند الكل، علينا ان ننتقل اليوم الى مكان اخر، الى تغيير معادلات. اوروبا وامريكا لا تسمع الا بتغيير المعادلات، فعندما نغير المعادله يصغون وياتون مسرعين. وإذا ما يعني غيرنا شو المعادلة هي التغيير سنبقى المعادلة؟ مطرحنا. كيف يعني تغيير نعم، المعادلة؟ شو رح نعتمد لساعتها نحن بنقدر نكون مبدعين، فعلي؟ أنت بتعرفي أنه نحن مبدعين ولدينا خبرة طويلة في هذا المجال. أعتقد كل الأطراف في لبنان وكل المجتمعات اللبنانية وكل البلديات وكل اللبنانيين عليهم، كل واحد من الموقع اللي هو فيه، أن يذهب بطريقة ما وأن يضغط. علينا أن نضغط، ما بنقدر نبقى مكتوفي الأيدي. بس الحل السياسي، أنا قلت لبوريل سنة الماضي، كدن لعندك على أوروبا، مليونين منهم كتار، وزعهم بأوروبا، ولما يخلص حلك السياسي ساعتها نحن وياك بنكون مبسوطين وأنت مبسوط. نحن انتظرنا 75 عام القضية الفلسطينية ولم نأتي بحل، واليوم في مخاوف انه في إعادة تهجير الفلسطينيين. وانت صحيح، بتعرفي اليوم موضوع رفح، ترانسفير جديد. 75 عام ولم نأتي بحل القضية الفلسطينية بهذه الآلية. هذه آلية ما بتنتج غير مشاكل، فكيف نحن رح نلاقي مشكل
حل المشكله السوريه. واليوم يعني هو بالنسبه له انطلق من ثوابت المشكله حافظ الاسد، الحل هو الاتيان بالمال الى لبنان وابقاء النازحين بالدول اللي استقبلوهم. هذه المعادله معادله جيده بنظره، ولكن بنظرنا نحن الحكومات المشاركه بهذه الجلسه معادله غير جيده مرفوضه. وهون يعني كيف بدك تحل الموضوع؟ طيب وليش معاليك ما كنت مشارك بهذا المؤتمر، او رأيت بحسب تغريدتك امبارح انه مرفوض تضيع الفرصة من اجل كسب 30 فضة، يعني الاموال اللي تقدم؟ بس ترجع تعيد للسؤال قطع شوي. عم اقول قلت لا لتضيع الفرصة من اجل كسب 30 فضة، هي بإطار انتقاد هذا المؤتمر، ومشان هيك كمان ما كنت موجود او مشارك. لا لا ابدا، ما في علاقة لوجودي وعدم وجودي. اوكي، انا يعني الوزير، انا قلت من 3 4 ايام انه على تلفزيون لبنان من اسبوع، قلت انا الوزير وزير الخارجيه يمثلني، صحيح، وخاصه اذا نقل صوت الناس واعتقد نقله بشكل جيد. صحيح. انا كنت احذر من بعض اللاعبين والمفاوضين، من بعض اللاعبين والمفاوضين من تحت الطاوله اللي اوكي قلتوا اللي بدكم تقولوه وسمعنا اللي بدكم تقولوه، يعطيكم العافيه، وهلا علينا نروح على تسوية المال. وإذا بتشوفي أنت أوكي قلتوا اللي بدكم تقولوه يعطيكم العافية، هلا نحن في هذا المبلغ من المال سيصرح حكوا في تلاقي الحل السياسي. وهناك بلبنان بعض الأطراف يتجرؤون يروحوا بهذا الخطاب، فكنت أنا قلت انتبهوا ما نبيع البلد ب 30 فضة، كان واضح كلام. بس اليوم كمان كان واضح كلام الرئيس مئاتي أنه أشاد بالوزير أبو حبيب اللي حمل موقف لبنان الموحد، ولفت لتواصل وزير الخارجية مع الوزراء العرب اللي عم تستضيف نازحين، وتم الاتفاق على خطة موحدة للاتصال بالجانب السوري. شو يعني خطة موحدة بتنطلق من الحكومة؟ رح نشوف شي جديد بهذا الإطار. كلام وزير الخارجية، كلام وزير الخارجية يعبر عنه، هذا قلت عنه بأول كلمتي، قلت عنه من أسبوع، نحن كلنا ثقة فيه. هلا بالنسبة للكلام، الرئيس مئاتي قال كلام بالنسبة ل يعني المقاطعين، وإنه هو ما بده يحيد حدا على جنب، وإنه هو بده الكل يشتركوا. لطشكن يعني، لطشكن. نعم؟ لطشكن، في لطشة. بس لا، هو تقول لك شغلة، هو قال هذا الكلام ورجع انتهى بقول انه نحن بس اللي يعني الاشخاص اللي منهم وطنيه نحن ما بدنا نشركهم. اوكي. فاذا بترجع بتقري النص مزبوط، يعني الاستنتاج انه نحن الناس الغير وطنيه، يعني هذا الاستنتاج انا بسال اللبنانيه. هيدا نحن يعني هذا تقييمه، او انا بتصور غلط بشيء، يعني اعتقد فهمت أخطأ منه بشي. كانه صنف من يشارك ومن لا يشارك. بس خليني اقول لك شغله، اعتقد انه اخطا بشيء، او اعتقد انه سقطت سهوا. هو اكيد ما بيتهمنا انه نحن مش وطنيه، واكيد اخطا بطريقه التعبير، وان شاء الله ما يكون هيك، يعني لانه اعتقد انه الرئيس مئاتي يعلم جيدا انه يعني فينا نختلف بالافكار، بس ما فينا نتهم بعضنا بعدم الوطنيه. فاعتقد انه يمكن يعني التعبير سبقه او ما انه قاصد هيك. طيب رح تشارك بالجلسه المقبله معاليك، لانه كمان اعلن انه بالجلسه المقبله رح يتم تشكيل لجنه للتواصل مع الحكومه السوريه بشان ملف النزوح. ليك يعني من الاول حيد، عم بحكي عن حالي، من الاول حيدت ببعض القضايا وطلب مني عمل ببعض القضايا، وبهذه الديناميكية أنا ما فيني أشتغل، فكرمال هيك أعتقد أني لن أشارك. إما أن نكون حجر زاوية بهذا الموضوع، وأعتقد أنه الرئيس يعني امبارح وزير الخارجية إذا بترجع بتفصل خطابه، بترجع بتشوف كل المواقف الاستباقية من سنتين ونص لليوم، بتشوفيهم كأنه عم نحكي نفس اللغة، نفس الشيء، اختصرهم وطلعوا لغة واحدة، رجعي شوفيهم كلمة كلمة. نحن منا القانون الدولي بس منا القانون اللبناني، نحن منا هيك بس منا هيك، رجعي عيدي كل الخطاب اللي قاله، تكتشفي انه اللي انقال
هو كل ما نادينا فيه قبل من بروكسل حتى تبع السنة صحيح الماضية واللي قبل. صحيح فأعتقد إنه الخطاب هو واضح، الكلام واضح، ولكن إحنا ما بقدر أنا أشارك يعني بس مش من يوم المفروض تكون بيوم من ضمن نروح اللجنة بهذا اللي راح الاتجاه ويوم نروح بهذا تتواصل، الاتجاه. مش مفروض تكون من ضمن اللجنة اللي راح تتفاوض مع الحكومة السورية بهذا الملف؟ يعني إذا ما ما خلينا شاركتوا راح نشوف تكونوا يعني، خارج هذه اللجنة أو لا؟ تعود لحكم دولة الرئيس، تشوف إذا نحن وطنية أو لا، تعود لحكم دولة الرئيس. شكرا لك على مشاركتنا بهذه أهلا الحلقة، وسهلا إلى فيك. لقاءات إن شاء الله بيكون لنا حلقة كاملة أهلا معك وسهلا. معالي الوزير، أهلا وسهلا فيك.